بس حضرتك ما كتبتش اي حاجه في الروشته غير المحلول. لان الحاجه الوحيده اللي محتاجها ابنك هي المحلول. طب ما فيش دواء يوقف الاسهال؟ الدواء الوحيد اللي يخلي الاسهال يخف بسرعه الغذاء كويس مع المحلول، غير كده نبقى بنضر الطفل. انت ادرى يا دكتور. يعني ما كنتش قادر تخليه يدينا على دواء يوقف الاسهال ده؟ كان ايه يا زيد؟ اما الدكتور قال قدامك ان العلاج الوحيد اللي يخفف الاسهال هو تغذيه كويسه مع المحلول. الكلام ده مش داخل دماغي، احنا لازم نروح لدكتور كبير، في مضادات حيويه وفي ادويه تانيه بيوصفوها للاطفال اللي عندهم اسهال. خلاص نروح للدكتور سامي، ده استاذ كبير ومتخصص وهيقول لنا عن المفيد.